بناء عليه تبدأ التحرك، تتحرك الدعوة الجنائية ويبدأ التحقيق. طيب عودة الجماهير، عودة الجماهير ستعود إن شاء الله. بص يا سيدي، إيه اللي حصل النهاردة؟ لا اللي حصل أول إمبارح، حصل أول إمبارح سيد وزير شباب الرياضة الدكتور أشرف صبحي دعاني ورحت لقيت الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وكان في حد مسؤول كبير في المخابرات العامة. وقعدنا بصفتنا اكبر ناديين، لانك مثلا الاسماعيلي مع احترام الاسماعيلي هتلاقي بيشجع الاسماعيلي وجنبه الاهلي او الزمالك، بيشجع المصري وجنبه الاهلي والزمالك، فالاهلي والزمالك قاسم مشترك مع كل الانديه. فكان في مجموعه من الاقتراحات، طبعا هو كان في توجيه من السيد الرئيس الجماهير ترجع. السيد الرئيس طبعا الجمهور يرجع، كان في توجيه واضح لسيد وزير الشباب والرياضه الجمهور يرجع. الجمهور يرجع بتفاصيله الرئيس مالوش علاقه بيها، التفاصيل دي بتاعتنا احنا، اقعدوا مع الانديه بالظبط كده. فكان الاقتراح الاولاني انه يبقى من طلبه الجامعات يدخلوا وبعض افراد القوات المسلحه وبعض افراد الشرطه. فانا كان ليا تحفظ قلته اول امبارح اللي انا قلته النهارده واعتقد اتاخد بيه. سيد الممثل وزاره التعليم العالي قال احنا هنوزع الطلبه توزيع جغرافي زي يعني بالقرب من الاستادات، يعني كل مجموعه مثلا جامعه القاهره تبقى قريبه من استاد كذا. انا كان ليا تحفظ ان معظم الجماهير بتوع الالتراس اللي القانون حذرهم خلاص من جهه القانون واتحلت الروابط كلها خلاص وده امر طيب، واتحلت لان انا خدت حكم ضدهم انا جماعه ارهابيه محظوره، فاصبح دلوقتي العقوبه 3 سنين مجرد تقول انا التراس. فهم احترموا نفسهم وراحوا ولعين البانر بتاعهم ونحيي الكل لانه ده امر كمان بقى عشان جمهور عادي جمهور فوق دماغنا بقى خلاص. تعالى اخش الشجع ما عنديش مشكله معاك، حتى لو عندي مشكله شخصيه معاك انت لا ما عندناش، حاولت تقتلني في يوم من الايام وضربت عليا رصاص ما دام انت حليت الرابطه خلاص. تعالى انت فضل. مشجع زمالك اهلي اسماعيلي محلي انا محتاجك مصري كده فريقك محتاجك تمام سموحة. نعم فانا كان ليا راي قلت في فرق بين المهرجانات وبين ماتشات المباريات. المهرجانات بنجيب ولاد لابسين كويس وولاد شيك وبنات شيك، ده مهرجان او حفل. انما في الاستاد في ماتش الكوره معظم الجمهور مش متعلم واحنا لا ليه؟ معظم او البعض، خلينا البعض عايزين الغالبيه العظمى، الغالبيه العظمى مش متعلم. فانا مش جايب عريس لبنتي او لحفيدتي، لا انا النهارده جاي وحضرتك بتقول لي لازم يكون واخد بكوليوس او او, أو معاه الدكتوراه، لا طبعا كلام مش مظبوط. ده كان شرط اللي هي المؤهلات العليا وطلبه الجامعه. قلت لا انا قلت لا طبعا. وبعدين اعتبرته تمييز بالظبط عليك، بالظبط او تفرقه. لا في نفس الوقت ايه حضرتك دلوقتي نعمل تفرقه ليه؟ لا وفي نفس الوقت 3 حاجات. الحاجة الأولى أنا مش ثانوية عامة عامل لي توزيع جغرافي، مش مكتب تنسيق. ده ماتش كورة. الكلام ده تعمله حضرتك توزيع جغرافي، ده أنا من سكان شبرا ورود الفرج. لما خدت الثانوية العامة ودوني جامعة عين شمس. كنت عايز أخش كلية آداب جامعة القاهرة عشان فيها قسم الصحافة اللي كنت بدرب في مؤسسة أخبار اليوم. قال لك لا أنت يا عم عين شمس تروح آداب ان شاء الله، وبعد كده حولت حقوق. فانا مش تنسيق ثانويه عامه، ادي واحد. طب حضرتك دلوقتي احنا عندنا اجازه، طب في الدراسه هتعمل ايه؟ هتجيب طلب الجامعه ازاي؟ خلاص؟ طب افرض جبت طلب الجامعه ولاد جه وسقط، ابوه قاعد يقول لك ابو الكوره اللي بيخلي الكوره اللي خلفه مرتضى اللي ابوه سقطوا للولاد سقطوا الولاد. تمام؟ نمر الثلاثه وبعدين ده ما يبقاش يعني هو التشجيع يعني لا نمر الثلاثه. طب ما انا عندي طلب الجامعه في النادي بتاعي. طب انا افرض دلوقتي النهارده حضرتك جبت لي جمهور نادي الزمالك جبت لي 1000 واحد من طلبة الجامعة في ماتش الزمالك وطلعوا أهلاوية، ما أنا ما أعرفش دول مين. ومن أول ماتش شتيمة في مرتضى وأمه مرتضى وأبو مرتضى ولاعيبة الزمالك وجروس. وليه متوقع الناس يشتموا؟ لا ثانية واحدة يعني وجروس العكس. خدت واحد ماتش أهلي طلعوا زملكاوية طلعوا كذا أبو الخطيب وأم الخطيب ما هيحصل ده. طب ليه أنت بتعمل كده؟ عايز طلب الجامعة ممكن يبقى فيه من عندنا طلب الجامعة من الجمعية العمومية. ده رقم واحد. رقم اتنين انا ضد ان افراد الجيش او الشرطه يبقوا مشجعين. ليه؟ خلي الجيش والشرطه في مكانهم ومكانتهم. دلوقتي افرض دول مجندين. خلاص غلطوا في لاعب من اللي موجودين فريق منافس. التاني الفريق المنافس جمهوره مش هيرد عليهم، هيرد على الجيش. هيبتدي يشتم في الجيش ويقول لا ده مع الجيش. فانا كان رايي واضح. فابعد مؤسسات الجيش والشرطه عن قصه لعبه الجمهور دي. فده الجزء الاولاني. الجزء الثاني طيب طب نعمل ايه؟ نعمل ايه بالظبط. فانا كنت عندي خطه انا عاملها ونجحت الحمد لله. كنت باخد اعضاء جمعيه عموميه من النادي بس بجيب 100 اتوبيس، الاتوبيس ياخد 50 جمعيه، اعضاء جمعيه عموميه بفئات مختلفه، من عندي بقى المهندس وعندي العامل واخد كل الفئات واخد الفئه الرياضيه. تمام. دي قابلتنا مشكله فيها. طبعا انا كنت باخده بديله الدعوه مش في الاتوبيس،
كل اتوبيس كان مشكورا الامن بيركب معانا ضابط او من شرطه وفرد من عندنا من النادي بيبقى معاه الدعاوي وهو نازل في الاستاد يديها له عشان ما يتسربش التذكره او الدعوه لحد تاني. طيب انت النهارده عايز تعمل هذا النظام انك ترجع الجماهير لازم تاخد قرار، يعني تقول مثلا ايه يوم كذا الجماهير ترجع بعدد كذا. فالنهارده خدنا قرار ان من 1/9 في 5000 واحد وقلت لهم نبدا. مين هيختار 5000؟ هقول لك انا بقى. جزء منهم اعضاء جمعيه عموميه فرق رياضيه وجزء من الجمهور العادي اللي انا عارفه. ما انا عارف في الجمهور ناس كتير. نعم. ما هو انا 92 عضو مجلس اداره. نعم. وراح كل المطوش. فعارف. عارف كتير. طيب لو في رئيس نادي مش عارف مين. بص. ايه العمل؟ ما انا قلت الاتي. يحصل الاتي بقى. انا عندي انديه جيش وشرطه. وانديه مصانع. المقاولين العرب. امبي. بتروجيت دي كلها انديه مصانع. نعم. مهندس محسن صلاح والمقاولين. مهندس محسن وعلى خشبة ام بي. قلت له نعمل اتي ودي موظفينك عمالك. انت ما عندكش جمهور صح. نعم. ودي موظفينك عمالك. كل فريق ليه 5000. بالظبط. يعني هلاقي 10000 المفروض. المفروض 10000 في المدرج. تمام. بس نبدا. نبدا. احنا قلنا 1/9. ده من 1/9. كويس. طبعا دي كلها كانت اقتراحات. طبعا كابتن الخطيب كان ليه برضه راي واضح جدا. انه الجمهور لازم يبقى ليه مكان الجمهور العادي. وده صح. واخد بالك؟ لان احنا مش عايزين نحرم ناس فئه معينه. طبعا. واكسرها على اعضاء جمعيه عموميه. كويس. احنا قلنا دي تجربه. انا النهارده لو عندي 5000 خدت 4 من هنا وخدت 1000 من الجمهور العادي. ابتدينا ال1000 دول لو خلاص نوروا المدرجات وعدت الماتشات كويس ويشجع ويلا ارقص وافرح. انما تقلع هدومك وتاخد لي ترامادول وتقعد تشتم في الحكم مش هتدخل تاني. انسى. شجع كوره. شجع كوره. زي ما شفنا في كاس العالم كده بالظبط. دي قابلتنا بقى مشكله. انا قلتها النهارده بصراحه. انا النهارده كان عندنا ماتش مع فريق اجنبي. في برج العرب. فانا طبعت مثلا 20000 تذكره. ده هينطبق كمان على الماتشات الدوليه. لا. او المفتوحه بقى. دي مفتوحه. خدنا النهارده قرار يعني بس الدوري. او الكاس. بالظبط. الحاجات المحليه البطوله العربيه والبطوله الافريقيه دي مفتوحه. مفتوحه. تمام. كويس. فانا طبعت 20000 زي ما الامن قال لي. ال 20000 دول لما ياخدوا مدرجين كده بيبقى ساعات وخلاص عرفت اللي داخل 20000. رحت لقيت 30000. 30000 في 10000 زياده. انا ما طبعتهمش. دخلوا ازاي؟ الشركه رايه اتحاد الكوره الاستاد بعض ظباط الشرطه اللي بره بيدخلوا اصحابهم مرايين. قلت لهم الكلام ده مش هيمشي. ما دام عايز تحمل لي المسؤوليه من البدايه للنهايه ما دخلش الا خلاص عدد. ما فيش اتحاد كوره ياخد تذاكر ويوزعها بطريقته او 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 ما فيش مجاملات. يعني تقصد. تمام. منع المجاملات. فطبعا اتكلم سياده الوزير طبعا مشكورا الاول. وبعدين اتكلم اخويا هاني ابو ريده. وحمد لله على الف سلامته لانه لسه عامل عمليه وراجع الف سلام من باريس. وبعدين الاخ يعني الاخ مجدي عبد الغني عايز يتكلم.